ارتبط شهر رمضان الكريم بالكنافة واللي بيرجع تاريخها للعصر الفاطمي، لما خرجوا الأهالي يستقبلوا المعز لدين الله في رمضان وقدموا له الكنافة كمظهر من مظاهر التكريم. اتطورت صناعة الكنافة من وقت ما اتعرفت لحد ما بقت مهنة وليها أصولها. فكانت الأول نوع واحد من الكنافة البلدي بتتعمل بالطريقة اليدوية القديمة من خلال قمع بيخرج منه العجين على صاج مسطح متسخن بالنار أو الحطب. ولحد النهاردة معظم المحلات بتشتغل في الكنافة البلدي جنب الكنافة الآلي. أما القطايف بقى فبترجع للعصر المملوكي، لما واحد حلواني وقتها عمل فطيرة محشية بالمكسرات وقدمها بشكل جميل متزوق، ومن هنا وصلنا لاسمها الحالي القطايف. أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً. ازيك يا أست محمد؟ الله يبارك لك، كل سنة حضرتك طيبة. قاعدة بتسلي صيامك في السخونية دي؟ هو بقى رزقنا وأكل عيشنا. صعب الشغل على الأفران وأنتوا صايمين. لا والله ربنا هو المستعان، ربنا بيعيننا والحمد لله. بقالك كام سنة بتشتغلي الشغلانة دي؟ أنا كده بقالي بتاع 25 سنة. 25 سنة بتعملي قطايف؟ اه، هو موسم رمضان بس. تعملوش قطايف في غير رمضان؟ لا، ولا كنافة ولا قطايف في غير رمضان، هو رمضان بس. وغير كده بتشتغلي بقى معاهم في الطبيخ اللي بيطبخوه؟ لا 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 لا. بتشتغليش، يعني أنت بتشتغلي الشهر ده في السنة. آه. غير كده بتبقي في البيت؟ اه في البيت بقى. احكي لي بقى، أنا أول ما جيت هنا المفروض ان في حد بيلقف منك الكلام ده ويفرده عشان ما يلزقش، صح؟ اه هما بيفرطوه مش يلقفوه، وانا بحذفه كده هما يفرطوه. هما بقى بيفرطوه على البتاعة دي عشان آه يبرد؟ عشان اه هي سخنة بتلزق في بعضيها. طب وليه ليه مخرمة كده يا ستم؟ ما هي القطايف الحلوة هي دي سر الصنعة يعني؟ اه القطايف الحلوة تبقى مخرمة عشان بعد ما تتقلن اللي يرموها في العسل تشرب العسل، تشرب الشربات بتاع العسل. فالفروم بقى تشرب بقى العسل. دي بقى بتعمليها ازاي؟ في العجينه بقى تحطي ال بحط خميره، ببقى مبيته خميره من قبلها بيوم. يعني دي لازم تبات؟ لا مش العجينه كلها، الخميره بس. اه ببقى مربيه حته خميره بشويه عجينه وبيتهم وحاطه بقى ايه عليها من ده على ده من ده. اه اروح عجنه بقى العجنه بتاع النهارده واروح حاطه عليها شويه وشويه طب كربونات. والوصفه دي عباره عن ايه؟ العجينه يعني؟ اه هي دقيق معجون وحته الخميره اللي بايته على شويه كربونات وبس. بيكربوناته ده اللي ينفش بقى سن الكربونات صغير، يعني ممكن العجنه دي كلها المجور ده احط كده حبه كربونات بس. في رمضان بتبقوا في حته تانية غير الحته الاولانيه؟ احنا هنا في رمضان. ايوه بس غير رمضان المسكن ده مش دايما، مش ده اللي انتوا بتبقوا قاعدين. انتوا هنا قاعدين جنب حل. الدكان. اه انا قاعدين عشان الدكان. وانت بتباتي فين؟ ببات عند اختي تحت او شقه والدتي الله يرحمها في عرغونيم تحت، اللي هي الحته اللي انتوا منها اصلا. لا احنا اه انا اساسا كنا قاعدين متجوزه في عرغونيم، بس لما قعدنا في بنينا في كف العلو ونقلنا في كف العلو عشان الحته دي بعيد شويه. لا كف العلو اه بنركب كف العلو ب 4 جنيه اسمها البراوي. اه بنحاول. لكن طول رمضان كانكم هاجرين. اه بقى مجرنا بقول لحضرتك بيزعلوا جدا ان احنا بنسيبهم طول الشهر، عارفه واحنا جايين كده مسافرين يقعدوا يبصوا فينا وتوحشونا وكده. لا انت يا ست جميله جدا. جدا الله يعزك. الله يبارك لك. يعني. الله يبارك لك. هاي يا عم سعيد. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا عم سعيد؟ عامل ايه؟ المكنه بقى العملاقه دي انت حاسس ان هي بتطلع كنافه احلى من دي؟ لا هي دي كنافه ودي كنافه بس دي مختلف. طعم احسن. انت حاسس دي طعمها احسن؟ اه مع ان ما فيهاش سمنه وبتقولي دي فيها سمنه. دي فيها سمنه. سمنه وايه؟ وملح ودقيق وميه. سمنه وملح ودقيق وميه. اه وبنديها مثلا ايه يعني نص معلقه كده ملح صيني. ملح صيني؟ أوه. يختلف على الملح العادي ده؟ اه ملح صيني عشان الطعم. يدي طعم. اه يدي طعم احلى. هو اللي بياخد من عندي مثلا يجي يقول لي ايه الكنافه بتاعتك لها طعم تاني. هو ده الملح الصيني اللي بيدي فرق الطعم. هو ده اللي مدي لك الاحساس بس. أوه. انت لما تاخد في بيتك تاخد من دي ولا تاخد من دي؟ لا باخد من دي. تاخد من دي. أوه. وينفع تنفع صواني وتنفع كل حاجه. اه كل حاجه بتعمل صينيه بتعمل وممكن تلفيها صوابع. اه بس الاغلبيه عندنا بنعملها بسمنه وسكر ولبن. سمنه وسكر ولبن. أوه. حلوه برضه. حمرها بسمنه بلدي حط عليها السكر حط عليها لبن. حلوه قوي دي. جميله طبعا. ما تقدريش تخلصي طبق. طبعا اه تقيله تمام. اه لكن دي تشتغل يعني تشتغل كام ساعه في النهار البتاعه دي يا عم سعيد؟ ممكن تشتغل مثلا العجنه بتاخد 3 ساعات او ساعتين ونص. العجنه؟ لا العجنه كلها. العجنه هي في العجانه. اه تاخد 3 ساعات. تشتغل عليها 3 ساعات او ساعتين ونص. في مكان اكبر من كده.
بس ده الحجم الطبيعي. ده حجم كويس عشان المكان عندي محدود. بس انا دلوقتي انا عجباني الصنعة بالايد دي احلى من دي. من دي؟ بص شكلها ايه، ارفعها كده يا عم سيد، شكلها زي الشعر، زي الحلاوة الشعر. حلوة برضه. كل سنة وانت طيب يا عم سيد. هي كلها مبهجة جدا. الله يبارك لك. تعالى بقى يا عم سيد ايه؟ نقعد تاني قعدتنا الحلوة واعمل لك مفاجأة. مفاجأة حلوة. تعال تعال. دي جولة في عالم المخبوزات الرمضانية. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت بألف صحة وسلامة. الله يكرمك. فانت بقى أيام الموسم تقوم جايب كل الناس اللي جاي من المنيا واللي جاي من الفيوم واللي جاي من كل حتة عشان يحضروا للموسم. طبعا. يجوا قبلها بقد إيه يا عم سيد؟ يعني ممكن قبلها بيومين كده ثلاثة. أنا ببدأ أجهز العدة تكون قبلها. تكون أنت شاري بقى. ببقى مجهز العدة قبلها مثلا ب10 أيام و15 يوم، وأظبط حالي، واللي شغال معايا اللي من بعيد بيجي قبلها بيومين. تشتري إيه بقى للموسم؟ يعني إيه احتياجاتك في الموسم؟ هو الدقيق. تحضر من قبل. بتجيبه منين؟ من عند تاجر من هنا. تاجر جملة بقى؟ تاجر جملة. يعني أنت قد إيه عايشك نص الشهر مثلا؟ تشتري أسبوع بأسبوع مثلا؟ لا هو كل كام يوم كده بجيب كمية، خلصت برن عليه بيجيب لي تاني. يعني مثلا ممكن ارن عليه اول لرمضان اقول له عايز استنى دقيق 20 شكاره، بيجيبها ينزلها ده من المحل، بعديها بكام يوم ارن عليه انا عايز 2 40 كده يعني. طبعا مسايد بص بقى اتفضلي. احنا زي ما انت فرجتنا على كل حاجه كده حلوه، احنا عايزين ندي لك هديه تفتكرنا بيها. انا ببص لساره. انتوا جيتكم هنا هديه صح؟ لا عايزين نفرحك، مش انت الله يبارك. الشغل بتاعك بتاعت ان الناس تفرح وان الله يبارك. كل سنه وحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه وانت بالف صحه وسلام. الله يخليك. بص زميلتنا الفنانه ساره عملت لك بورتريه اهي، مطلعاك شياكه اهو. حلوه يا عم سيد، عجبك؟ جميله ولا ما عجبكش؟ لا جميله جميله والله. رمضان ده شهر كريم دايما، باب رزق مفتوح 30 يوم، وكلنا فيه نتمنى اللمة دي والبركة تدوم. تلقى الزباين فيه واقفين على المحلات بالطوابير، في كل بيت شوي شويات، وفي محبة وفضل وخير. اسعى انت بس عشان رزقك، ربك كريم ما قفلش الباب، وعشان كريم دايما يرزق اللي بياخد بالأسباب.